حسن. نعم أستاذ. هل رأيت الأستاذ علي المهنة المعيد في قسم الإدارة؟ لقد انتهى من المحاضرة معنا الآن وذهب إلى غرفة المعيدين. شكرا. عفوا. دعك من هذه الأوراق وانهض سريعا حتى لا تفوتنا الندوة. ما زال هناك متسع من الوقت، نشرب فيه البارد ثم نذهب. لا بارد ولا ساخن، إن الندوة سوف يعرض فيها فيلم عن مكافحة المخدرات ولا نريد أن تفوتنا الفرصة. كما تريد يا صديقي، العوض على الله في البارد. بس لحظة شوي. هيا يا صديقي هيا. تفضل. لكل إنسان في المجتمع دور هام يؤديه في مكافحة الإدمان. أنا، أنت، هي، هو، الأب، الأم، الخال، العم، والجار، والصديق أيضا. لا تتردد وتنسحب وتقول ما دوري أنا أو ماذا أفعل. في البداية كن يقظا لما حولك. ابدأ بالأسرة، بالأخوة. إذا لاحظت أي تغير مفاجئ في تصرفاتهم ابحث عن الأسباب. علي، علي، لقد خرج أبوك لعمله مبكرا كعادته كل يوم ويقول لك لابد أن تمر على مدرسة أخيك لتعرف ما سبب إرسالهم هذا الخطاب لنا. غياب مستمر عن الدراسة، سلوك عدواني مع زملائه، مشاجرات مع الأساتذة، وها هي النتيجة: رسوب في معظم امتحانات الشهر. ابحث عن الأسباب، قد تكون المخدرات أحدها. كنت لا شيء. ألا تستحي من نفسك؟ إننا لا نحرمك من شيء، كيف تفعل ذلك؟ ابحث عن الأسباب، قد تكون المخدرات أحدها. لاحظ كل شيء، افتح عينيك جيدا لكل ما هو حولك. إذا لاحظت بقعا قريبة على جداشته ابحث عن السبب، فقد تكون المخدرات هي السبب. الوقت متأخر، أين كنت؟ كنت عند عبد الرحمن نذاكر سويا. هكذا؟ بدون كتب ولا أوراق؟ إنه زميلي ولديه نفس الكتب. يعقوب، أنا أخوك وتهمني مصلحتك، حدثني بصراحة. كنت عند عبد الرحمن. يا حبيبي يا يعقوب، أنا لا أشك فيك وأنت صادق، لكن الشيء المحير أن والد عبد الرحمن اتصل هنا منذ قليل وسأل عن ابنه. لن يجدوه، لقد أخذته الشرطة. الشرطة؟ لماذا؟ لا أعرف، اسأل الشرطة بنفسك. هل كنت معه؟ لم أكن بمفردي، كنا مجموعة من الزملاء. يا حبيبي يا يعقوب، عبد الرحمن صديقك ويهمك أمره، قل لي ماذا حدث؟ كانت مفاجأة، خرجنا نتريض بالسيارة قليلا خارج المنزل ثم نعود للمذاكرة. في الطريق تركنا عبد الرحمن ليشتري شيئاً لعله حلوى أو بارد من أحد الأكشاك،
فجأة أحاطت الشرطة بالمكان، أمسكوه هو وباع الحلوى. لا تخف يا أخي، لا بد أنهم يقصدون صاحب المحل، وحتما سوف يتركون صديقك. المهم ارتاح أنت. ها، أتريد أن تأكل شيئا؟ لا، لا أريد أحدا بالمنزل يعرف أنني تأخرت. كما تريد، تصبح على خير. لا تقل ماذا أفعل، بل ابحث عن السبب. الإدمان يمكن علاجه والتخلص منه مهما بلغت شدته. إنها نار لا يكتوي بها المدمن فقط، ولكنها تحرق كل ما حولها. السلام عليكم. وعليكم السلام. كنت أظن أنك تذاكر، خشيت وأنا أعطلك. ليست لدي رغبة في المذاكرة. معك حق، كيف تذاكر وقد أخذ صديقك هكذا؟ إنها مشكلة تورقني فعلا. على فكرة، لقد سألت عن صديقك وعرفت كل شيء عن القضية. ماذا علمت؟ بالله عليك أخبرني، أنت أخي الكبير وأنا أثق فيك. شعور متبادل. أنا متأكد أنك فعلت ذلك دون أن تدري عواقبه. الذنب ليس ذنبك، ولكنهم أصدقاء السوء. إن شاء الله سيحصل خير. كيف؟ كيف للذي انكسر ممكن أن يتصلح؟ يقول الباري في كتابه الحكيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. المهم أن تضع يدك في يدي ولنبحث معا عن حل. إن ونية صادقة وكل شيء في يديك. وأمي وأبوي وأخوتي. لا تخشى شيئا، سوف أكتم سرك. المهم أنت، إن ونية صادقة وضع يدك في يدي. الحمد لله انكم جئتم الينا. الحمد لله، الحمد لله. يعقوب هو الذي قرر ان يحضر اليك. هذا عظيم وبداية ناجحة منك. كلما كانت لديك الرغبة في العلاج والشفاء كلما كان نجاحك أكيد. المهم الصبر والإصرار والتعاون معنا. صحيح. يعقوب يملك إرادة قوية جدا. انظر إلى هذه الشجرة، جذورها في الأرض وفروعها في السماء. إذا صلحت الجذور صلحت الفروع، وهكذا الأمر بالنسبة لنا. بعد العلاج الطبي لابد من البحث عن الأسباب والجذور. الأسرة، أصدقاء السوء، مشاكل نفسية أو أمور أخرى نعالجها حتى تصلح الجذور وبالتالي تستوي الفروع. هذا مثال جيد يا دكتور، فلنبدأ معا. تفضل. ألو، من؟ يعقوب؟ لحظة من فضلك. يعقوب، يعقوب. نعم. صديقك خليل، وعلى فكرة لقد طلبك مرتين قبل ذلك. ألو. نعم، أرجوك يا أخي، يعقوب مشغول دائما في المذاكرة ويساعدني في أشياء كثيرة. اتركوه لشأني هداكم الله. نعم، وإلا سوف يكون لي تصرف آخر معكم. مع السلامة. سلامتك سلامتك نودت لك سلامتك 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 نودت لك سلامتك.
سلامتك 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 نود لك سلامتك 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 نود لك سلامتك لأنك الإنسان تعمر الأوطان نود لك سلامتك نود لك سلامتك.